الحمد لله من خرجت 2020 بعد اللي ازمتنا في الحياه ديالنا وخطفت اعز ما عندنا في حياتنا. الحمد لله 2021 اللي دخلت بيوم الجمعه اللي هي فال ديال الخير ان شاء الله. ما معلوم عندي فيها بزاف ديال الاهداف على السير، غادي نسافر فيها بزاف، غادي ندير في واحد المشروع ديالي ان شاء الله، نقد نتزوج ان شاء الله، علاش لا، احنا فرحانين وجات بالجمعه يعني الحمد لله. وكاين كاين ما يدار ان شاء الله، حنا ما غاديش نيأسوا ما غاديش نحزنوا، بالعكس بلادنا زينه وحسفنا من ديك كورونا وعرت على الواقع وانا معاك الحمد لله. يعني شريت باس وهذا وثاني في الصيف نقلب على خدمه اللي تكون خدمه زوينه ونجمع منها المصروف ديالي ان شاء الله، ولا سهل عليا الله بغيت نمشي لتركيا عاوتاني تما كاين، غندير غير سياحه ونجمع معلومات تما كاين ونرجع هنايا. منك من ان شاء الله القرايه ديالتي عندك الساعه يكونوا مخططه ديالي اخرين، يعني غنكملهم في برا عاد مني نكمل تما كاين ونحصل على شهاده ونحصل على بزاف الحوايج. بغيت ندير مشروع في المغرب في بزاف المدن، يعني بغيت نتوسع يعني في الدار البيضاء في الرباط في مراكش طنجة، يكونوا بزاف الحوايج. واهم حاجه مني غنكمل هادشي ان شاء الله بغيت ندير شي جمعيه خيريه باش ندير المأوى ديال الأيتام والمشردين كاملين، يعني كل عجازة كل أطفال كل شيء بالخير إن شاء الله، ويكون السلام جميع المغاربة ويخدموا والله يسهل على الشباب تاهما يخدموا، ونطلبوا الله يطولنا عمرنا ولولادنا وجميع المسلمين وجميع المغاربة، وكنطلبوا لهم التهاني، كنطلبوا لهم السياحة اللي جاوا يتهلاو فيهم ويتهلاو في الاجانب. ايوا كنطول عاوتاني كررت نطول العمر سيدنا الله ينصرو الهلا يخطي علينا. ايوا هذا هو الكلام اللي غادي نقول لك، ونطلبوا من الشباب ان شاء الله حتى هو ييسر ويخدم ويعري شويه على كتافو. ايوا نطلبوا ان شاء الله المستقبل زاهر للمغاربه. السلام عليكم. بعدا المهم 2020 دازت لنا فيها حوايج زوينين حوايج خايبين، وهاد 2021 كنتمناو دوز عندنا زوينه الحمد لله على كل حال، وكنتمنى نخرج من المغرب كنتمنى نمشي لبلجيكا ولا ايطاليا السويد، المهم نحيد من المغرب. اهداف كثيره في سنه 2021، انا متفائله جدا جدا جدا. التفاؤل ديالي اول حاجه الحلم ديالي بزاف باغا امنياتي تتحقق ان شاء الله، والله يرفع علينا هذا الوباء وتكون سنه حلوه مليئه بالافراح والمسرات، واللي عنده شي حاجه الله يحققها ليه، ودائما نكونوا متفائلين ونتمنوا الخير. الطاطا ديال 2021 بغينا هاد الشركات الكبار اللي ديجا حنا دايرين معاهم بارتناريا وكولابوراسيون يفتحوا فرص لهاد الشباب، حيت البلي بار شحال من سيفي كيوصلك في النار، ما يمكنش انا عندي لك كونتاك وواحد عنده علاقات ما يمكنش يدو حدا تصفق. كاع هاد الشركات الكبار اللي عندهم لي سالير شركة فيزيك ولا شركة سالير يفتحوا الابواب لهاد لا جونيس، تبارك الله نص خدام نص ما خدامش فريمون، راه غير نافور بزاف.